الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جمعية نجيبة. كيف ما كتشوفوا معنا الأخ أسامة والوالد ديالو تماهم الحسيمة، وطالعين بهم للرباط إن شاء الله باش نعملوا له التحاليل للأخ أسامة، وشوفوا فوقاش غادي نشبروا الرونديفو باش نعملوا له العملية إن شاء الله بحول الله. وتبعونا وكون خير إن شاء الله. ولو بقيت الأخ دايما على المحسنين والناس اللي عاونوا. شكرا الله يحفظكم أصحاب المحسنين والجمعية، كنشكركم بزاف. دابا غادي المرات ان شاء الله نديرو العمليه، نشكرو الجمعيه كلشي وحسينين مسلمين كاملين ان شاء الله. أسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويوفقك وينور دربك ويبعد دمعتك ويزيد بسمتك ويحقق أمنيتك ويبعد ضيقتك ويقضي حاجتك ويرفع منزلتك ويثبت قلبك ويسهل أمرك ويبارك في عمرك ويصلح بالك ويغفر زلتك ويعتق رقبتك ويعفو عنك ويفرج همك وينفس كربك.